شكرا الشاشة. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، يقول الله جل وعلا: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتاب كتبه الله على نفسه، كتاب كتبه الله عز وجل على نفسه، وأمر نبيه أن يبلغه للناس، فسبحانه ما أرحمه وأعظمه، وسع كل شيء رحمة وعلما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والرحمة هي سمة الربوبية وعنوان الألوهية، وصف نفسه جل وعلا بأنه الرحمن الرحيم. نحن نبتدئ أمورنا في الدنيا والدين بهاتين الصفتين العظيمتين الحبيبتين إلى النفس، بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا في كل ركعة نركعها لله جل وعلا، وفي كل صلاة نتقرب بها إليه، أن نترنم بهذه الصفة، فنستفتح صلاتنا بالبسملة، ثم نقرأ في كل ركعة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله أكبر. إنها صفة الرحمة التي أنزلها الله، التي أمر الله عز وجل عباده أن يتراحموا بها، وأنزل رحمة واحدة من 100: ورحمتي وسعت كل شيء. ورحمة الله عز وجل وسعت كل شيء. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: اللهم إن لم أكن أهلا أنت أن أبلغ رحمتك، فإن رحمتك أهل أن تبلغني، ورحمتك وسعت كل شيء، وأنا شيء فتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. لما خلق الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية: سبقت رحمتي غضبي. متفق عليه. ولك أن تتصور كيف يكون الحال لو أن غضب الله سبق رحمته، وعقابه سبق عفوه. يقول صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء أنزل منها في الدنيا جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم، حتى إن الدابة لترفع حافرها خشية أن تطع وليدها. وادخر عنده 99 جزءا يرحم بها الناس يوم القيامة. جاءت امرأة في معركة من المعارك تبحث عن طفل لها بين أطفال السبي، حتى وجدته وكادت تطير به فرحا، فضمته إلى صدرها وقبلته في غاية من الحب والحنان والرحمة. والصحابة ينظرون إليها يتعجبون من شدة رحمتها بولدها، وكان صلى الله عليه وسلم يرصد الموقف الإنساني المؤثر عن قرب، فاستغله ليقدم من خلاله معنى هائلا خلابا ودرسا رائعا جذابا تعجز العبارات والحروف العادية عن بيانه وإظهاره. جاءت هذه الحادثة ليقدم هذا المعنى من خلالها، فيغرس في القلوب
ويزرع في الأفئدة ويرتسم في الأذهان بروعته وجلاله وجماله. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من رحمة هذه بولدها؟ قالوا: نعم. قال: أترون أنها تلقيه في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تستطيع ذلك. فيقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها، لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الرحمة سبب واصل بين الله عز وجل وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها يسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم وأنعم عليهم جل وعلا. وليس معنى الرحمة الإهمال أو الضعف، بل هو الحزم والجد. فالرحمة صفة تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى العبد حتى وإن كرهتها نفسه وضاقت عليه. ومن رحمته جل وعلا أن ابتلاهم بالأوامر والنواهي رحمة لهم، ونقص عليهم الدنيا وكدرها لئلا يسكنوا إليها ولا يطمئنوا بها ويرغبوا عن النعيم المقيم في داره وجواره. ومن رحمته بهم أنه حذرهم من نفسه لئلا يغتروا به فيعاملوه بما لا تحسن معاملته به. ومن رحمته أن أنزل لهم كتبا وأرسل إليهم رسلا. الله جل وعلا أرحم الراحمين، عرض رحمته على عباده ونهاهم وحذرهم عن القنوط منها. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. والكتاب الذي أنزله رحمة، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والنبي الذي أرسله رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان يبين أن المؤمنين متراحمين فيما بينهم، متعاطفون. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. ويقول: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. لقد كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالصديق والعدو والقريب والبعيد، والرجال والنساء والأطفال، بل والحيوانات والطيور وغير ذلك من المخلوقات. زرع صلى الله عليه وسلم خلق الرحمة في قلوب أصحابه، كانوا أرحم الناس وأرقهم أفئدة. فالحمد لله الذي من علينا بدين الهدى والرحمة. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: إن الشريعة مبنية على الرحمة في أصولها وفروعها، وفي الأمر بأداء الحقوق سواء كانت لله أو للخلق، فإن الله لم يكلف نفسا إلا وسعها. وإذا تدبرت ما شرعه الله وجدت ذلك كله مبنيا على الرحمة. ويروى أن أحد العباد العارفين حدث منه بعض الذنوب، وبدر منه شيء مما لا يرضاه مولاه جل وعلا، خرج هائما على وجهه مهموما حزينا. رأى في أحد الطرق بابا قد فتح، وخرج منه صبي يستغيث ويبكي، أمه خلفه تطرده، حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت.
ذهب الصبي غير بعيد، ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه، ولا من يؤويه غير والدته. رجع مكسور القلب حزينا فوجد الباب مرتجا، فتوسد ووضع خده على عتبة الباب ونام. خرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه، والتزمته وتقبله وتبكي وتقول: يا ولدي أين تذهب عني؟ من يؤويك سواي؟ ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي، على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟ ثم أخذته ودخلت، فتأمل قول الأم: لا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة والشفقة، وتأمل قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وأين تقع رحمة الوالدة من رحمة الله التي وسعت كل شيء؟ ما هو الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها ومن الوالد بولده؟ وإذا فر عبده إليه وهرب من عدوه إليه واتقى بنفسه وألقى بنفسه طريحا ببابه يسرع وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده في تراب ويمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا ربي يا رب ارحم من لا راحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك. مسكينك وفقيرك وسائلك ومؤملك وسائلك، لا ملجأ له ولا منجأ له منك إلا إليك. أنت معاذه وبك ملاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يغيظون عظما أنت جابره. كتب الحسنات والسيئات، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة، فإذا هم بها فعملها كتبها الله تعالى عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإذا هم بها فعملها كتبها الله تعالى سيئة واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك. رحم الله الحسن البصري، يقول: ويل لمن كانت آحاده أكثر من عشراته. نعم، لأن السيئة تكتب واحدة والحسنة تكتب بعشرة أمثالها، وذلك من أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول الله جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الرحمة خزائنها بيده، والفضل مفاتيحه لديه،
والخير منه وإليه، ولو كانت الرحمة بيد الناس لمنعوها عن عباده وقطعوها عن خلقه، أو اختصوا بها فئاما معينة ونفوسا محدودة، أمسكوا خشية الإنفاق، يمسكون بث عبق الرحمة كما يمسكون أموالا ظنا بها وبخلا وخوفا على نفاذها. أما الواحد الأحد فقد بث رحمته للناس عموما، بل للمخلوقات جميعا. لو تأملت هذا الكون بما فيه لرأيته يفيض بالرحمة وينبوء باللطف، إلا أن هناك رحمة خاصة لأناس مخصوصين يجدون روحها ويستنشقون عبيرها ويرشفون مذابها ويتذوقون رضابها، وتلك هي الرحمة التي يظهر بها المؤمن وينالها المحسن، فتكون لهم في الدنيا والآخرة. المؤمن يجد رحمة الله تحف به وتمشي في ركابه في حال يسره وعسره ومنشطه ومكرهه ومرضه وصحته وغناه وفقره. قد يفقد كل شيء ويرى الناس أن فقده حرمان وغيابه خسران، لكنه سعيد برحمة ربه، فهي أنيس وحدته ورفيق غربته. قد ترى من يملك كل شيء مما يراه الناس غبطة وسرورا ونعمة وسعادة، ولكن لم تمسه رحمة الله عز وجل، فهو لا يعرف لما لديه طعما ولا يجد لما بين يديه ذوقا. إن النقمة إذا حفتها رحمة الله انقلبت نعمة. وقد ينام الإنسان على الشوك ويربط الحجارة على بطنه من الجوع، وقد يكون في جحيم العذاب أو غياهب السجون، وقد يكون في غياهب السجون، فإذا بكل ذلك مع رحمة الله هناء وسرور وسعادة وحبور. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي وبستاني في صدري، حيثما كنت فهي معي، إن قتلي شهادة وطردي سياحة وسجني خلوة. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويوسف عليه السلام حينما خاف أن يكون خروجه من السجن سببا لذهاب الرحمة وحلول غضب الحبيب بالوقوع فيما لا يرضيه، نادى أرحم الراحمين: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فالسجن هم وغم وسهر وغرق، ولكن إذا حفت به رحمة الله وكان سببا لنيلها فهو المتعة والنعيم بعينه. والنعمة إذا أمسكت عنها رحمة الله انقلبت نعمة وأصبحت وبالا وأورثت نكدا وجرت كمدا. إذا تجلت الرحمة في سماء المؤمن وظللته بغمامها وأغاثته بنميرها، فهي السعادة جميعا وهي السرور. وإذا فتح باب الرحمة على العبد فلا خوف ولو أغلقت أبواب الدنيا جميعا، وإذا أغلق باب الرحمة في وجه العبد فلا أنس ولا أمان ولو فتحت له أبواب الدنيا جميعا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المرحومين. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا من ورثة جنة النعيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك رضاك والجنة. آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجعلنا وإياه وإخوانه هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه،
واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك توبة نصوحة وعملا صالحا مقبولا. اللهم لا تقم للمنافقين في بلد الإسلام راية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم عليك بأهل اللفظ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم يا سميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واغفر اللهم لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.